بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. لا صوت يعلو على صوت كأس العالم والنهائي المثير الذي ضرب كل التوقعات إلا صوت الأهلي وصوت جماهيره، جمهور ذا حماه. بقالنا أكتر من حلقة بنقول في هذا المعنى وبنقدم باستفاضة لماذا يحتاج الأهلي جمهوره قبل أي وقت مضى، ولكن بالطريقة اللي نضمن أن جمهوره يبقى حماه مر معاه. ربع صفر إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة في توقيت مهم، الأهلي مقدم على مهمة تصحيح المسار، تصويب المسار الأفريقي، إنقاذ الفرصة. الأهلي على موعد مع مباراة مهمة جدا في ظرف الفريق بيمر فيه في مرحلة تجديد جهاز فني جديد، دي أول مباراة رسمية يقود الأهلي فيها، ومن ثم معطيات كثيرة على طاولة الأهلي تجعل من مباراة الثلاثاء القادم إن شاء الله مع تاونشيب نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، مرحلة إن شاء الله يا باشمهندس بهذا الفكر الجديد تكون مرحلة نقلة جديدة كمان. مفيش جدال إن الفضول والأمل بيتملكوا معظم جماهير النادي الأهلي وأنا منهم وحضرتك منهم، كلنا عايزين نشوف ماذا يقدم الأهلي مع بداية هذه الانطلاقة. زي ما تقول مباراة الفرصة الأخيرة أو إنقاذ البطولة بتاعة أفريقيا دوري الأبطال، لأن الحقيقة الموسم الماضي على عكس غير متوقع ثلاث أسابيع شهدوا أسوأ أداء للنادي الأهلي عبر موسم رائع جدا قدمه النادي الأهلي، وفجأة تبتدي النتائج السلبية. النهاردة أنت داخل الموسم الجديد من خلال رغي كتير، أحداث كتيرة. الأهلي يدعم ولا ما دعمش، جاب اللي هو محتاجه ولا لأ، طب نجومه اللي هتمشي مين، طب نجومه اللي كانت هتمشي وقاعدة هتدي ولا مش هتدي. كل هذا الأمر هو الحقيقة تحديات جديدة لجهاز جديد. لكن حجم المعلومات والتفاؤل الذي يصدر من أو يصدر من المعسكر بما فيها القرارات الصارمة، يعني ممكن يجي يقول لك لا ده في مشاكل، بس الاطمئنان من الجهاز الفني على موقف الفريق بيؤدي أن يأخذ قرارات انضباطية هي اللي بتنجح في الآخر. أنا أتمنى من ولادنا وأبنائنا وأخواتنا لعيب النادي الأهلي أن يقدموا للأهلي ما يحتاجه جمهوره، لا وقت لأي خلاف. وفكرني في موضوع محملني أمانة لازم أتكلم فيه. أديني فكرتك دلوقتي. كابتن سعد سمير مستاء جدا جدا مما يكتب وزج بيه ان عنده مشكله في التجديد. طب الكابتن سعد سمير ما نرجع كده من اربع شهور ده احد الذين وقعوا على بياض. ولما نوقش قال لهم انا، انتوا عندكم دلوقتي موقف سعد سمير وزمايله، انا لعيب مثلا دولي اللي زي بياخد ايه؟ مش بقول ان انا لازم اخد على حاجه، بس انا متاكد النادي الاهلي مش بيظلم ولاده. وقفل الموضوع عند هذا الحد ولم يفتحه، لانه فاجئ ان كل يوم والتاني فيه كلام وزاجب اسمه. فهو طبعا لا غير حقيقي. سعد سمير واحد من القيادات الواعده داخل الفريق، تشعر انه عنده رجوله، تشعر عنده مسؤوليه، عنده حماس، بيهزر شوية لكن هو عارف امتى يوقف الهزار ده. عشان الوقت اللي جاي الحقيقة مفيهوش هزار. في تحمل للمسؤولية، وهو واحد أولئك الذين يتحملون المسؤولية وأهلاوي يعني رزل داخل الفريق. فبإذن الله هو أمثاله وبيسلي هذه الروح اللي كان حريص إنها لازم تتوضح، يبقى نطمئن على إن النادي الأهلي
ناقص بس ايه ان في شويه حاجات صغيره كده. انا اسف قدره الكابتن محمد يوسف والجهاز على لملمه هذه الامور الصغيره، عشان الفريق محتاج لكفاءه كل اولاده خصوصا في مرحله التجديد. ان شاء الله النهارده الاهلي لعب البروفه الاخيره له قبل مباراه تاون شيب. المباراه هي يوم الثلاث في استاد برج العرب، وزي ما قلت لكم دي مباراه انقاذ الفرصه الافريقيه. خلاص دي الجولة الثالثة، الجولتين اللي فاتوا بداية سلبية غريبة جدا للفريق، خسر مباراة وتعادل مباراة. خسر من كامبالا سيتي الأوغندي 2-0 وتعادل مع الترجي المغربي التونسي، فأصبح عنده نقطة واحدة وداخل على الجولة الثالثة، هيلعب مع تاون شيب رايح جاي ورا بعضه، الجولة الثالثة والرابعة يعني يوم الثلاث إن شاء الله في برج العرب، ويوم 27 هيسافر لبتسوانا مباراة العودة. فست نقاط في خلال اسبوعين مع فريق واحد، عشان كده مباراة مهمة جدا، مباراة مفصلية. الماتشين دول مفتاح ان شاء الله العودة، مفتاح العودة بإذن الله. فعشان كده الجهاز الفني الجديد بقيادة كارتيرون عنده اهتمام خاص بهذه المباراة. النهاردة لعب الأهلي البروفة الأخيرة له مع نجوم المستقبل، ونجوم المستقبل أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز الجديد في الموسم الجديد، موجودة في الدوري بقيادة الكابتن ضياء السيد. لعب الأهلي معاه مباراة ودية النهاردة، فاز الأهلي 2-0، سجلهم وليد أزارو وهشام محمد. أزارو سجل في الدقيقة 61، وهشام سجل من ضربة جزاء في 81. كارتيرون بدأ المباراة بطريقة أقرب لأربعة أربعة اتنين، يمكن كان في حراسة المرمى محمد الشناوي، الأربعة اللي في الدفاع أحمد فتحي يمين وعلي معلول شمال، والأول مرة في مباراة يظهر كوليبالي مدافع الاهلي الجديد مع سعد سمير، وفي نص الملعب كان هشام محمد وكريم ندفد ومؤمن زكريا وجونيور اجاييه، ده جانب من التدريبات. وفي الهجوم مروان محسن ووليد ازارو. طبعا وارد جدا ان يكون في اثناء المباراه تم تعديل طريقه اللعب من 4-4-2 الى 4-2-3-1، كل اللعيبه اللي موجوده عندها مرونه تكتيكيه كافيه وعندها قدرات تسمح للجهاز الفني انه يعدل ويطور ويغير طرق اللعب حسب ظروف المباراه. في الشوط الثاني دفع كارتيرون بمحمد هاني وايمن اشرف وصبر رحيل وميدو جابر واسلام محارب. دي التغييرات اللي دفع بيها في الشوط الثاني. مباراه كانت مهمه حضرها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وحضر الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي، ورحبوا بالاستاذ محمد الطويل رئيس نادي نجوم المستقبل اللي جاي مع فرقته يا باشمهندس. والله محمد طويل عامل تجربه ولا اروع. يعني هو كان من خلال دوري المدارس مع احدى شركات المياه الغازيه الشهيره اللي يقولوا لنا بتعمل اعلانات، روح بقى زي ابو لمس خلي بالك. ايوه سلك كهرباء. ف لما لقى الاقبال وفي مواهب طالعه، منهم الشناوي حارس المرمى، ومنهم ابراهيم حسن ومحمد صلاح وناس كتير. انما فقرر انه يعمل نادي بالاتفاق مع شركه المياه الغازيه الشهيره ياخد فيها انه هو ينقلهم بدل ما يبيعهم فراضه للانديه، لا يعمل بيهم نادي. وهو النادي ده افرز نجوم كان بيبيعهم. النهارده من خلال احتفاظه بجزء مهم من استطاع ان يصل الى الدوري الممتاز، تجربه حقيقيه في استثمار حقيقي في الرياضه تستحق التامل وتستحق الاستفاده منها. تجربه اضافت الناحيه الفنيه يعني. ما اضافت اهي الفرقه في الدوري الممتاز، قدمت نجوم، صحيح، عملت فلوس، صارفه على نفسها وبتكسب. هو ده التجربه. يعني انا كل ما بشوف لهم لقطات للاطفال وهم صغيرين، فتلاقي النني وتلاقي محمد صلاح وهو عنده 10 12 سنه بيلعب. لا تجربه تخلينا نقول دوري المدارس لو رجع تحت رعايه شركات كتيره ممكن فعلا يعمل اضافه للكره المصريه. باذن الله باذن الله ينبغي ان يحدث. ينبغي ان يحدث. هناك الكثير من الافكار في هذا الشان يعني. طيب يعني مؤكد هنتكلم. المهندس سمير عدل المدير الاداري للاهلي قال ان هو في انتظار خطاب من مسؤول التاون شيب علشان يحددوا الميعاد النهائي لوصولهم لترتيبات الاستقبال، وقال انه
البعثة يفترض أنها توصل قبل المباراة ب 48 ساعة، يعني المفروض على السبت أو الحد يكون وصلوا وفقا للاتصالات المبدئية اللي جرت معاهم. وقال سمير عدلي أنه الأهلي جاهز لاستقبال تاونشيب وتذليل أي عقبات وأيضا توفير كل سبل الراحة، خاصة أنه الأهلي اعتاد دايما وأبدا، أو يمكن دي من ثوابته، الترحيب بأي فريق ضيف بغض النظر أنه في مباراة عودة وفي ترتيبات لإقامة هناك والمعاملة بالمثل. لا، في الطبيعي دايما وأبدا الأهلي حريص على تقديم كل سبل الراحة لضيوفه. جرت اتصالات أيضا مع سفارة جنوب أفريقيا في بوتسوانا لترتيب الرحلة المفروض هتكون إلى بوتسوانا إن شاء الله، المقرر لها المباراة يوم 28 يوليو الجاري. المهندس سمير عدلي قال إن عدم وجود تمثيل دبلوماسي لمصر في بوتسوانا، يعني ما لناش سفارة في بوتسوانا، فبنشتغل من خلال سفارة مصر في جنوب أفريقيا. فقال إن ده بيتم من خلال الاتصال بسفارة مصر في جنوب أفريقيا لإنهاء كل الترتيبات والاطمئنان على مسائلة الملاعب التدريب وفنادق الإقامة ووسائل التنقلات في بوتسوانا إن شاء الله. من أخبار نجوم الأهلي، ما دام دخلنا في المرحلة المهمة جدا والمباراة خلاص يوم الثلاث، حسام عاشور وباكا ووليد سليمان وأحمد الشيخ وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان وأحمد علاء ومحمود الجزار وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ما شاء الله عدد كبير من هؤلاء اللاعبين أدوا تدريباتهم النهارده على ملعب مختار التتش بجانب المباراة الودية اللي الأهلي لعبها مع نجوم المستقبل. اللعيبة اتمرنت مع ليندمان مخطط الأحمال البدنية بعد العودة من المعسكر الخارجي، بينما بس معالي الظهير الأيمن للأهلي وصل أداء برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش مع الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل عشان يكون جاهز باسم للمرحلة اللي جاية إن شاء الله. عنده شكوى من كدمة في الركبة خلال مشاركته مع الأهلي في معسكر كرواتيا. من أخبار برضو الإصابات، الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال إن عمرو بركات لا يشكو من إصابة ويخضع فقط لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته في المران الجماعي إن شاء الله. هو عمرو بركات كان معار نادي شباب، هو حسين سيد ويعني اتفق مع النادي الشباب بالتراضي على يعني انهاء الاعاره والعوده. هو جه واتجوز، يقول له الف مبروك ويوفق باذن الله في خطواته المستقبليه اول ما ينهي اجراءات في اكثر من نادي. ده جانب من تدريبات سابقه للاهلي تحت قياده الجهاز الفني السابق الكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف. في اعمال كابتن سعد عبد الحفيظ وبقية نجوم الفريق. هو يعني القصد بس شوارب عايز يفكر بعمرو بركات وانخراطه في التدريب. فانت دلوقتي ال ال يعني عمرو بركات مطلوب في اكتر من نادي على سبيل الاعاره، وهو الامر متروك له يختار النادي اللي يشعر انه عايز. عندك طلبات له؟ طبعا. بس كان هو مستني انه يعني يحدد موقفه النهائي وبعدين استقر على انه يفسخ بقى ويقعد. طلبات في الداخل ولا في الداخل والخارج؟ لا، في الداخل. مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب حرص النهارده على حضور اليوم الختامي لفعاليات بطوله القاهره للسباحه اللي بيستضيفها النادي الاهلي في مدينه نصر، وحضر المجلس منافسات اليوم الختامي وسط حفاوه كبيره من اعضاء النادي ومن السباحين المشاركين في البطوله من مختلف الانديه المصريه. وحضور مجلس الاداره لهذه الفاعليه جاي من باب تشجيع السباحين وتشجيع كل الرياضيين اللي بيمثلوا النادي في مختلف الالعاب. ده علي خلف الله واخد الميداليه البرونزيه في البحر الابيض المتوسط، ميداليه لها قيمتها لان المنافسات البحر الابيض المتوسط هي ثالث اقوى بطوله بعد الدوره الاولمبيه وبطوله الكاس العالم. صحيح. ففيها يعني ابطال اوروبا يعني. صحيح. فاعتقد ان الحرص على تكريم، بس يا رب التكريم كمان يبقى متغمس كده بشيك صغير برضه يبقى حاجه حلوه قوي. طيب واداره التسويق ما تعرفلوش تجيب له اي حاجه؟ ايه؟ ما بتعرفش؟ هو حد ما حدش طلب مني حاجه؟ لكن ده قطعا في لائحه في النادي الاهلي قطعا يعني. طبعا.
يعني ابطال السباحه وابطال الالعاب الفرديه عموما. خلي بالك السباحه عامله شغل جامد جدا وعندنا ابطال مصنفين على مستوى العالم. اها طبعا موجود جزء منه بيتمرن بره دلوقتي. احمد اكرم ما شاء الله عليه يعني. طيب بمناسبه السباحه والعاب الماء، وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء قال ان النادي طلب رسميا استضافه البطوله العربيه لكره الماء اللي المفروض تقام في شهر 11 اللي جاي ان شاء الله. وقال ان في استعدادات كبيره داخل النادي لاستضافه هذه البطوله وعشان تخرج بالشكل اللائق بمصر وبالنادي الاهلي. وقال وائل عزت انه الاهلي بصدد الحصول على الموافقه الرسميه لاستضافه هذه البطوله في تنسيق بينه وبين الاتحاد المصري للسباحه بيتم حاليا. وايضا شدد على ان البطوله العربيه هتكون بدايه لاستضافه بطولات رسميه كتيره كبيره للفتره اللي جايه يستضيفها النادي الاهلي، خاصه وانه بيمتلك مجمع سباحه اولمبي كبير. تعرف اعلى في مدينه نصر في العالم ايه؟ كره المايه. الناس متصوره ان الرجبي ده كره الماء. كره الماء دي ربنا يستر على اي بطوله. مفيش ماتش بيخلص ضرب تحت المايه الا المتفرجين هم اللي بيبقوا في المايه في الاخر. ضرب تحت المايه. ايضا جهاز العاب الماء في النادي بيدرس اقامه بطوله دوليه للسباحه داخل النادي على غرار البطولات الدوليه اللي بتقام في اوروبا وبيشارك فيها ابطال العالم ولاعيبه من مختلف القارات بارقام عاليه. وبدا الجهاز فعلا برئاسه وائل عزت تجهيز ملف كامل عن هذه البطوله بحيث تبقى في بطوله الاهلي الدوليه للسباحه يدعو ليها عدد من الانديه ومن السباحين الكبار عشان تكون دي واحده من الفعاليات المهمه في بطولات السباحه الدوليه. مجلس اداره النادي ايضا حرص على تكريم مروه عيد لاعيبه كره اليد في الاهلي والمحترفه في نادي نيس الفرنسي. ومجلس الاداره برئاسه الكابتن الخطيب اهدى مروه عيد درع النادي تقديرا لمسيرتها الاوروبيه. الحقيقه حققت نجاحات جيده في الاحتراف الاوروبي. بص لازم نتوقف امام الخبر ده لحظه يعني. لان الحقيقه احنا شفنا لعيبه في كره اليد بالذات، لان احنا المنتخب المصري من المنتخبات المصنفه على مستوى العالم. في علي زين وفي في الاهلي وفي ممدوح هاشم. أيوه. من الزمالك النادي بتاعه كسب بطوله اوروبا. ففي في وغيرهم. لكن اول مره ان بنت تطلع تحترف في كره اليد بالشكل ده وتكمل بره كويس في نيس في فرنسا. فرنسا احدى الدول الكبرى او القوى الكبرى في عالم كره اليد. فهي تحيه ونرجو لها التوفيق وبرضه تكسب مع ناديها بطوله اوروبا باذن الله. دي يمكن الجوله الرياضيه في مختلف الالعاب، وشايفين قد ايه اهتمام مجلس اداره النادي بدعم كل هذه الالعاب الرياضيه المختلفه. الاهلي مش بس كره قدم، صحيح ان كره القدم العنوان الابرز والمنشط الرئيسي للرياضه في النادي الاهلي، لكن تبقى دايما وابدا بقيه الالعاب محل اهتمام، خاصه لما بنبص نلاقي كل بطوله مصر بتشارك فيها العدد الاكبر. لو هذه اللعبه من الالعاب اللي موجوده في اجنده النادي بنلاقي العدد الاكبر يمكن والاكثر تاثيرا من ابناء النادي الاهلي. فده الدور اللي النادي الاهلي بيأديه للرياضه المصريه. عشان كده اهتمام الاهلي بتطوير مقراته، اهتمامه بالمزيد من صالات الالعاب، اهتمامه صاله كاراتيه، صاله جمباز، حمامات سباحه، كل هذه الامكانيات الخاصه بالبنيه التحتيه الرياضيه في النادي الاهلي في مختلف الفروع هدفها المصلحه العامه. لانه أنا لما برعى أجندة رياضية قوية برعى عدد من البراعم بشكل كويس، بعمل تربية رياضية سليمة، بخلق كوادر رياضية متميزة بيروحوا للمنتخبات. النهاردة بيروحوا للمنتخبات كلعيبة وكأبطال مؤثرين، وبعد كده بيتحولوا إلى مدربين وإداريين مهمين جدا في الحركة الرياضية. ده الدور الطبيعي والتاريخي اللي النادي الأهلي بيلعبه. وعشان كده أعتقد هذه الثورة الإنشائية غير المسبوقة يا باشمهندس في فروع النادي شيء فعلا يبعث. مهم جدا إن الناس تشعر إن وعد فأوفى. أيوه. فوعد فأوفى إن نبتدي بالخطوات اللي هي تطوير الأفرع الثلاثة. ثم ده العمل البدء في مشروع ده الجزيرة. ده الجزيرة والأسوار دلوقتي. طب ما تروح كمان المنظر مختلف عن كده، انه ابتدى ابتدى كده يتغطى تقريبا معظم السور. والسور ده هيتحول اول امبارح هيتحول الى رافد اقتصادي.
من الروافد الاقتصادية. أيوة. لأن ممكن تستغله في عمل إعلانات لو اتعمل بالبانوهات والفكر اللي كان مترشح له. زائد أن طبعا البوابة اللي شفناها الرائعة اللي هتبقى هي الشخصية بتاعت بوابة الأهلي في الأندية كلها حاجة تخليك والله تقف تتأمل ما شاء الله. فبإذن الله لما يخلص الأعضاء والجماهير قبل الأعضاء هيفخروا جدا بناديهم يعني. دي جوانب من العمل اليوم اللي شغال لغاية دلوقتي في الجزيرة في مدينة نصر وأيضا في الشيخ زايد. يعني يمكن حركة تطوير شاملة. ده أسوار النادي ده في الجزيرة. ده سور مدينة نصر. ده في مدينة نصر عند عند المكتبة وملاعب التنس اللي ورا الخلفي. خلفي دي المنطقة الخلفية. ده هتبقى انت لما تشوف التصور بتاعها هتبقى حاجه رائعه جدا بصراحه يعني. فربنا يوفق باذن الله ويفوا بالالتزامات ويستطيعوا باذن الله بالقوه الاقتصاديه الكامله في النادي الاهلي ان هم يقدروا يفوا بالالتزامات الماليه كمان. يعني شيء جيد ان حتى الاسوار تتحول الى روافد لتنميه موارد النادي. لازم. انت طبعا ما عندكش رفاهيه انك تعمل محلات. أقول لك القصة عندك كانت بقت حاجة مختلفة، لكن على الأقل تقدر تعملها إنها تبقى روافد إعلانية مهمة. طيب عموما هي ثورة إنشائية كبيرة جدا ومتشعبة. إيه اللي حصل فيها وإمتى الوفاء بآخرها؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. كابتن مرجان أهلا بيك. الله يخليك كابتن عادل. إزي حضرتك يا كابتن؟ ده إبراهيم المنسي اللي بيرحب بيك. أنا لسه انا هرحب بيك لسه ترحيب تاني خالص. حلوه الترقيصه دي مش كده؟ ابراهيم ازاي صح؟ ما انت خلي بالك ان ابراهيم هو الكابتن. لا 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 ازاي بقى؟ ده الكوتش. ربنا يديكوا الصحه ويخليكم جميعا للاهلي ودايما بنتعلم منكم والله. ربنا دايما موفق. كابتن محمد قول لي يعني ملامح الخطه الانشائيه ايه اللي تم منها دلوقتي وايه اللي جاي في المرحله اللي جايه مبدئيا؟ هو احنا الفترة اللي فاتت طبعا يعني الست شهور اللي فاتت كنا بنرتب البيت من الداخل، وطبعا انتم متابعينا كويس جدا من الجهاز الفني لكرة القدم، وده كان الأهم، والتشكيل الإدارة التنفيذية للنشاط الرياضي لتوفير الدعم لكل الأجهزة الرياضية والإدارة التنفيذية. بعد الاستكمال الملف ده بالكامل ابتدينا نخش بقى بنهتم ونتابع الكابتن خطيب عن كسب واعضاء مجلس الاداره بالكامل المشروع او برنامج الانتخابي اللي هو برنامج عائله النادي الاهلي بخطواته وطرق تنفيذه ازاي. الحمد لله رب العالمين احنا يعني بنتحرك بخطى ثابته الحمد لله. احنا في 60% من البرنامج الانتخابي لعائله النادي الاهلي بقى على واقع التنفيذ او في واقع التنفيذ. واهم حاجه في الملف ده فعلا كان مشروع الانشاءات العملاقه اللي احنا بنعملها في تطوير البنيه التحتيه وبتطوير البنيه من مناطق جلوس الاعضاء لمنطقه ترفيهيه. ده بالنسبه لمدينه نصر اكيد صاله الكاراتيه عشان خاطر الالعاب لعبه الكاراتيه من الالعاب اللي فيها اعضاء كتير من النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي. ل على التوازي برضو اعمال الصيانه الدوريه بالنسبه للحاجات اللي بتمس العضو احنا شغالين فيها برضو على قدم وساق الحمد لله رب العالمين. مهمه قوي دي يا استاذ العميد، يعني ان الصيانه تمشي في توقيتات عشان العضو لا يشعر باي نوع من يعني خلل في الخدمات. طبعا انا طبعا احنا عائله النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه احنا بنعتذر وليكوا طبعا على الادعاءات، بس احنا بنحاول بقدر الامكان يبقى موسم الصيف بالنسبه لنا ما ناثرش على حد من اولادنا او من عائلاتنا. والحمد لله احنا الفتره اللي فاتت تابعنا الشاشات العملاقه اللي تركبت على مستوى 3 فروع قدمت خدمه لاعضاء النادي الاهلي ازاي وضيوفهم كمان في المباريات المهمه. والحمد لله كانت اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي كانت بتجتمع قدام الشاشات دي. وفي نفس الوقت بقول لحضرتك على التوازي احنا بنحاول نطور كل ما هو منشأة بتمس خدمة العضو للأفضل على طول. في قطاع من الخدمات شغال، إدارة تنفيذية شغالة، بتتابع، في إدارة هندسية شغالة، فبنحاول نشتغل على التوازي. وده الكلام اللي احنا قلناه للكابتن. الكابتن خطيب أنت عارف دقيق جدا جدا ومجلس إدارته معاه على طول في ضغط مستمر لأن هو ملتزم بتنفيذ البرنامج ومش عايز يقول كلمة ما تتنفذش. فالحمد لله في ضغط، احنا بس
الامور كلها بنطمن الناس ماشيه بشكل كويس. امكانيه نصر الاسوار ابتدت تبان، كان عندنا اكتر من اجتماع مع المشرف الهندسي المهندس سامع، واكتر من لقاء رئيس النادي عملهم ونائب رئيس النادي وامين الصندوق واعضاء مجلس الاداره مع جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه. واحنا كنا يعني التركيز الاول كان على جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه القوات المسلحه، نتيجه طبعا احنا فين كلنا الالتزام والجديه في العمل. الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس. يمكن اخر اجتماع كان امبارح في الليل بعد الهدف اللي حضرنا على الهامش بطوله السباحه لتكريم اولادنا بطوله القاهره، وتابعنا اللي هم الارقام اللي حطموها. فكان في اجتماع مع المشرف الهندسي المهندس سامح علي كامل، وان شاء الله باذن الله هيقدم تقرير في جلسه مجلس الاداره المفتوحه اللي هتقام الاسبوع تنعقد الاسبوع القادم باذن الله، عشان خاطر دي يقول المواعيد اللي هيبتدي يستلم فيها المجلس المناطق اللي احنا شغالين فيها. في حاجات ان شاء الله باذن الله هنستلمها يوم 15/9 بالنسبه لمدينه نصر، بالنسبه لمنطقه الاسوار او جزء من منطقه الاسوار. ان شاء الله باذن الله هنبدا نشتغل في البوابه الرئيسيه في مدينه نصر باذن الله بدايه من 1/8. عشان كده انا بقول وبناشد اعضاء الجمعيه العموميه، ارجوكم استحملونا، ارجوكم ان شاء الله باذن الله يعني الامور هتبقى افضل بكتير، بس هنيجي على نفسنا لان دي مشروعات ضخمه، مشروعات كبيره، مع وعد مننا، مع وعد من الاداره التنفيذيه، وهو ده اللي الكابتن يعني حب يسمعه امبارح، سواء من الاداره التنفيذيه اللي كانت معاه متمثله فيا ومتمثله في الكابتن حسن مسعود، او الاداره الهندسيه اللي ما فيش مساس في الاعضاء، واللي احنا بقدر الامكان نوفر كافه سبل الراحه ليهم. يعني واحنا بنشتغل ما نقصرش في الخدمات الرئيسيه للعضو. تمام، يعني حتى عشان خاطر نبدا في البوابه الرئيسيه في مدينه نصر دي، ده كان فيها نقاش، في اخذنا فيه ساعه ونص الاداره التنفيذيه معترض على حاجه، الاداره الهندسيه لغايه ما كابتن الخطيب وفق، يعني وفق بين الطرفين، وفي الاخر خالص زي ما الكابتن دايما بيقول عائله النادي الاهلي، او احنا ما فيش حاجه كابتن عادل وانت اكتر واحد وانتوا اللي علمتونا كده بتتعمل من يوم وليله، لا بيبقى فيها نقاشات وفيها يعني اجتماعات وفيها دراسه، عشان خاطر اما ناخد قرار يبقى كلنا مشتركين في القرار وكلنا بننفذ وبنقوم على خدمه هذا القرار. البوابه دي ان شاء الله باذن الله اول ما يبتدوا يتنفذوا فيها هيبقى فيه طريق هيتم تحديده لدخول وخروج اعضاء النادي الاهلي، هيتوفر عربيات عشان خاطر نقل الرواد النادي الاهلي وكبار السن، عربيات جولف هنحاول نزودها شويه، هنوفر كل سبل الراحه بحيث برضه ما يحسوش بازعاج خلال فتره او موسم الصيف. وان شاء الله وعد المشرف الهندسي اللي في اقل من 30 يوم او 45 بالكثير هيكون البوابه الاساسيه قوامها بان، فدي برضه في حد ذاتها هيبقى ان شاء الله انجاز يا اخي انا مش قادر استنى، والله عايز اشوف البوابه دي. يعني قول ان شاء الله احنا كلنا يعني هي يعني حلم وكلنا بنتمناه. لو حضرتك رحت النهارده البوابه الخلفيه بتاعت مدينه نصر النهارده الاسوار حاجه تفرح، يوما ما هتخلص ان شاء الله باذن الله شكل باذن الله هيكون لائق بالنادي الاهلي ولائق بعائله النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. فهو ده اللي احنا شغالين فيه بالنسبه للانشاءات. بالنسبه على مستوى الجزيره في صاله الكاراتيه ان شاء الله باذن الله المفروض اللي احنا هنستلم هذه الصاله قائمه وشكل قائم بالكامل بدايه من شهر 10، وهنستلمها استلام نهائي لاسره الكاراتيه برضه. يمكن اسره الكاراتيه واخده يعني حيز اهتمام كبير برضه من مجلس اداره النادي الاهلي، هنستلمها ان شاء الله باذن الله قائمه، والناس اولادنا يبتدوا يتمرنوا فيها هيبقى في شهر 12. بالنسبة لأسوار النادي الأهلي برضو هنستلم الأسوار من اتحاد الكورة لغاية البوابة الرئيسية في 15/9 هتكون بالكامل جاهزة، وبالنسبة للجزء الباقي المتبقي هنستلمه بداية من شهر 10، وهنبدأ نخش الناحية الثانية على الأسوار الرئيسية والبوابة الرئيسية للنادي، هنأجل البوابة الرئيسية للنادي الأهلي الجزيرة فقط لا غير، هنبدأ إن شاء الله بإذن الله. مؤكد احنا ملتزمين على التوازي بالمنشآت راحة الأعضاء والحيوية اللي هي بتمثل العضو يوميا. انت النهارده هتلاقي لا في النهارده مجموعة مطاعم بنشغلها لخدمة العضو على مستوى الثلاث فروع بنحاول نتحرك فيها بشكل كويس، بنوفر النهارده بنغير الشكل العام الخدمي اللي بيقدمه الإدارة التنفيذية لأعضاء النادي الأهلي، واحنا دايما بنهيب باعضاء النادي الاهلي اللي هم برضه بيتعاونوا مع الاداره التنفيذيه، ولو في سلبيات احنا موجودين مكاتبنا مفتوحه 24 ساعه، بنتابع السوشيال ميديا كويس. والله يا سياده العميد انا مبسوط كمان لان في تطور في اللغه، يعني سمعت عن كثب وبنهيب وشغل عالي قوي. ربنا ما انا تلميذك يا كابتن مركز معاك لا واسترسال بسم الله ما شاء الله يدل على الصدق، ما هو اللي بيسترسل ده صادق. ما هو بص انتوا علمتونا في النادي الاهلي ان احنا ما نعرفش نكذب،
وعلمتونا ربنا قويك وانت وجهازك التنفيذي اداه ودود يعني. يا رب يخليك لينا وربنا يكرم يعني دي على مستوى الانشاءات ان شاء الله باذن الله. طيب يعني تبقى حاجه كويسه. ده للاعضاء، للجمهور بقى يا كابتن مرجان، الجمهور المباراه الجايه مع تاونشيب الناس كلها بتسال ايه الحضور، ازاي يقدر ياخد تذكره، العدد المسموح به، الاجراءات كلها تقول لهم ايه؟ احنا الجمهور طبعا انت عارف وزي ما الكابتن يمكن قال كلمه من دقائق قليله، كلمه موجهه لجماهير النادي الاهلي اللي احنا من اول يوم واخدين على عاتقنا اللي احنا عوده الجماهير للملاعب. طبعا لازم نبقى حاطين في حسابنا كويس قوي يعني ده وبنشوف بطولات افريقيا وبنسافر بره وبنشوف ما فيش امن وما فيش حد هيرجع الملاعب او يخش اي منشاه يافطه كبيره شعارها السلامه اولا والامن اولا. ازاي احنا بنحترم الامن بتاعنا، ازاي الامن بتاعنا بيتعاون معانا عشان خاطر جماهيرنا ترجع. طبعا احنا مهما نقول ومهما نعيد طول ما الناس هتفضل ما عندهاش قناعه ازاي تفصل بين السياسه والرياضه، ازاي تفصل بين التشجيع فرقتي وبين التهكم على الاخرين، هو ده اللي احنا النادي الاهلي متحمله وهيبقى الرائد فيه اللي احنا بننبذ التعصب. احنا عايزين نشجع فرقتنا فقط لا غير، مالناش دعوه بحد، ده النادي الاهلي، دي المبادئ اللي اتربينا عليها. والله انا شايف ان باذن الله زي الاهلي ما بيعلم جمهور الاهلي هيكون هو راس الحربه في عوده الجماهير باذن الله بالتزامه والنموذج المحترم اللي هيقدمه باذن الله. وده الرهان يا كابتن عدل الحقيقي اللي احنا متحملينه على عاتقنا، وده الرهان اللي كابتن الخطيب بيحمله على عاتقه اللي بياكد ان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي. لو في فتره من الفترات كان فيها اي مهاترات او كان فيها اي مشكلات احنا برضو بنقول جمهور النادي الاهلي واعي بيتابع الزمن وبيتطور مع الزمن. احنا خلي بال حضرتك يا كابتن عدلي الجماهير اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا بنعشقها وبنحبها على مستوى العالم ليها تطور زمني، احنا بس بنتخض. لا الجمهور كل الجماهير على مستوى العالم كان في احدث شغب ازاي بتتعالج، كانت الدوله وكانت الانديه بتتحمل مسؤولياتها، الاتحادات بتتحمل مسؤولياتها. وده انا قلته امبارح يمكن كان في ورشه عمل عشان خاطر عوده الجماهير كان فيها اللي هو ثروت فيها مدير التنفيذي لاتحاد كره القدم وكان فيها الحاج محمود الشامي كان موجود، ويعني اتبسطنا اللي هم برضو عايزين يعملوا كارت شافوه اسمه الفاند الفاين اي دي اللي هو بيتطبق في روسيا اللي النادي الاهلي اوريدي كان واخد خطوات وشغال فيها. انت النهارده بتقول ماتش بتوانا وماتش منانا اللي فات احنا والماتشات بتاعت النادي الاهلي انت بتطرح النهارده تذاكرك لجمهورك عن طريق اونلاين، وهو ده اللي احنا قلناه للجماهير. انت النهارده طالما انت بتدخل بياناتك بشكل امن والنهارده خلاص انت مسموح لك بيتكشف عليك يعني طريق مؤسسه جهات معينه بتديك الكلير الامني، خلاص انا بالنسبه لي بقى مسموح لي ان اديك التذكره، في تعليمات بتتحط تعليمات حضرتك وتلتزم بيها. النهارده احنا بنسافر بره بننفذ هذه التعليمات، طب ما بننفذهاش في بلدنا ليه؟ صحيح. الجمهور دوره الاساسي الوقوف في ظهر فرقته، الجمهور دوره الاساسي تشجيع وهتاف فرقته، الجمهور دوره الاساسي اللي هو ازاي هتدافع عني زي ما بنقول الجمهور حماه، هو حماه بقوتك وحماه اللي انت في ظهره مش حماه اللي انت في ظهره. حماه اصل حماه يبقى يعني انا اسف اللغه شفت انت بقى قلت اللي هو قاعد في الحته دي حماه لا حماه 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 لا حماه ده فعل حماه ده فعل ماضي ايوه فهي لا حماه على طول حماه. فهي القصه يا كابتن عدلي النهارده انا مش عايز الجمهور دايما عايزه يبقى مصدر قوه وليس مصدر ضعف ليا، مش عايز حد يمسك حاجه اللي احنا نقوله النهارده الجمهور احنا خايفين من الجمهور. خلينا واضحين بصراحه الامن نفسه يرجع جماهيره، عندك وزير شباب ورياضه النهارده الدكتور اشرف صبحي يعني واخد الملف على عاتقه، الدوله بالكامله نفسها ترجع جماهيرها. النهارده الجماهير اذا ما كنتش هتقدم النهارده الضمانات الكامله اللي انت راجع وعلى قدر من المسؤوليه واحنا متاكدين من هذا الكلام هنفضل في دايره مغلقه. طيب اللي عايز يروح مباراه تاونشيب يعمل ايه يا كابتن محمد؟ الاول انا هقول يا استاذ ابراهيم عشان خاطر هنوصل برضه رساله في خمس عناصر اساسيه لعوده الجمهور للملاعب بالشكل اللي احنا عايزينه. عنصر اساسي ده احنا بنستدعيه اللي هو اسمه الامن. الاربع عناصر الاساسيه هو وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره اللي هو الاب الشرعي للانديه، الانديه وتحمل مسؤولياتها، وانا بحط خطوط كتير جدا الانديه وتحمل مسؤولياتها. العنصر الرابع الجمهور وتحمل مسؤولياته. الامن في الاخر هيجي عشان خاطر هو منظم وبيأمن عشان خاطر اهم حاجه زي ما قلت السلامه اولا، لو الناس التزمت بمسؤولياتها الجمهور هيرجع بكره الصبح
ما عندناش مشاكل زي ما كابتن خطيب بيحلم وزي ما النادي الاهلي بيحلم 100,000 في المدرجات جمهور الصالات يرجع تاني، ولكن دون خلط سياسه برياضه، دون خلق عنف، مش عايزين عنف. النادي الاهلي شاف احداث اتمنى ان احنا ما نشوفهاش تاني، احنا عشناها، عشان كده احنا اكتر ناس موجوعين، اكتر ناس حاسين بيها، عندنا ناس بتتظلم بنجري وراها. فعشان كده لو سمحت، هو ده اللي احنا بنقوله، الكلمه النهارده كانت واضحه وصريحه موجهه للماتش اللي جاي، عشان الماتش اللي جاي عليه عامل كبير جدا جدا. احنا هنذيع الكلمه على فكره بعد مداخلتك يا كابتن محمد، اتفضل. تمام. الماتش اللي جاي عليه عامل كبير جدا جدا، عايزين النهارده بنقول للموجودين، بنقول للمسؤولين، بنقول للناس كلها، احنا بنمد ايدينا عشان نتعاون وبنراهن على ده، وهنرفض اي خروج على النص. وما زلنا بنرفض اي خروج على النص. النهارده لو في حد انت رايح النهارده تشجع، انا هوفر لك الخدمه اللي انت عايزها، هوفر لك التعامل الامني اللائق اللي انت عايزه بالتنسيق مع الجهات الامنيه، وهم ما بيتاخروش علينا في حاجه، هوفر لك المنفذ المريح عشان خاطر لو انت واخد زوجتك او واخد ابنك او واخد القصه دي كلها، هنحاول بقدر الامكان هوفر لك وسيله مواصلات تنقلك من قدام النادي للناحيه الثانيه لو انت محتاجها. فكل الكلام ده احنا بنبذل اقصى جهد، ارجو هذا الكلام يتاخد ويترجم كويس ويستوعب كويس، عشان تبني صعب جدا جدا، عشان تهد اسهل حاجه ممكنه. ويمكن ادينا شايفين. لا، ولازم جمهور يبقى منتبه للنقطه، ان زي ما انت متحمس جدا كنادي اهلي ادراكا منك ان جمهورك ده درعك وحماك حماك حمايه. ايوه المهم رجعت له. فهو في ناس مش عايزه انه يبقى حماه. لا يعني، في ناس هتحاول انها تستفز جمهور، هتحاول انها مش حماد عزول بقى. لا تندسف وتسيء الى صحيح. طرف من اطراف اللعبه. لا، في الاخر احنا اوعى من كده بكتير. الجميل اللي جاي هتاخد احنا اونلاين. وعايز اقول حاجه بس، سيستم فتحنا السيستم النهارده من ساعات، الحجز شغال على السيستم، شغال التذاكر كلها موجوده، فاللي رايح عارف كويس قوي اللي بياناته موجوده عندنا في شركه متخصصه من اعلى الشركات ومعروفه كلها لدى الجميع. تمام. بيتعاملوا مع الناس بشكل لائق، معاهم اجهزه بتكشف عن التذكره وبتكشف عن البطاقه وبتكشف عن صاحب التذكره اللي داخل وبياناته، وفي مجموعه من رجال الامن في النادي الاهلي على درجه عاليه من الاحترافيه، واحنا كلنا عارفينهم ومجربينهم والناس كلها بتشهد فيهم موجودين. في احنا هنبقى موجودين عشان خاطر لو في اي حاجه. انا بقول احنا هنوفر وهنمد لايدينا، وده دور الاداره، هنوفر وهنمد ايدينا بكل الامكانيات المتاحه عشان الاقي المردود النهارده اللي احنا عايزينه من الجمهور. محدش يترجم تاني اللي انا لازم هروح هوجه لحد كلمه او لا، انا لو سمحت انا بقول لك تاني اهو، وبالناشي التاني اهو، وباكد على كلمه رئيس النادي الاهلي، لو سمحت، لو احنا عايزينك ورا فرقتك، لو سمحت احنا عايزين نكسب افريقيا، لان هو ده الهدف الاساسي، مش عايزين نخرج بره الهدف ده ايا كان الاحداث اللي بتحصل. بنطمن الناس على النادي الاهلي، بنطمن الناس اللي احنا واعيين جدا جدا، النادي الاهلي بيدار بمبادئه، بيدار بالقيم اللي احنا اتربينا عليها، لا يدار لمصلحه اشخاص، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن عدلي، ده النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم اللي انتوا ربيتونا عليه، واللي احنا ابتلينا يعني الحمد لله فخورين ان احنا بنتحمل مسؤوليه، واتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي مردود هذا التحمل المسؤوليه من الجميع، سواء من اعضاء الجمعيه العموميه او سواء الجماهير اللي موجوده معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا سياده العميد. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد مداخله كانت مهمه فيما يخص الاعضاء ويخص الجمهور، ما يخص الاعضاء خطه الانشاءات ازاي ماشيه، ازاي في توقيتات زمنيه معينه، والمساله الانشائيه انا عارف انها مهمه جدا لكل عضو، لكل عضو بيرتدي النادي في اي مقر، مهم جدا يلاقي ملعب كويس لاولاده، يلاقي صاله جاهزه، يلاقي صاله مكيفه، يلاقي حمام سباحه ايضا جاهز لاستقبال ولاده، ثم النواحي الاجتماعيه والانشائيه ايضا. واعتقد فيما يخص الجمهور وطريقه دخوله والسيستم لحجز تذاكر مباراه تاون شيب، الضوابط بتاعتها اللي اتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب في كلمته، اعتقد كانت كلمه مهمه جدا لاعضاء وجماهير النادي الاهلي، هنفكر حضراتكم بيها تاني. بس لحظه قبل ما نخش على كلمه الكابتن، انا عايز اضيف الى الكلام اللي اتقال، خلونا ناخد من كاس العالم النموذج اللي نتمنى ان نجد ان كره القدم هي مصدر البهجه، حاله البهجه اللي اشعتها جماهير الفرق المختلفه رغم التنافسيات ورغم المفاجآت ورغم يعني لما نشوف
ان الجماهير الروسيه والجماهير الانجليزيه اشتبكت في وقت قريب الشبكات الدمية في 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 بطولات اخرى، ونجدها النهارده روسيا استطاعت ان تنجح، ووجه لها الشكر انها قدمت الساحات عشان تبقى حتى في مهرجانات كل بلد قدمت فنونها وقدمت ثقافتها نفسها بشكل جميل. ارجو ان يقدم الاهلي وجماهيره هذه الخدمه للكره المصريه وهذا الدعم لناديه ولا المسيرة الأفريقية إن شاء الله. والتاريخ بيعيد نفسه، أمر غريب جدا. 2013 الأهلي بدأ دوري الأبطال متأخرا، بعد جولتين كان عنده نقطة واحدة، كان المدير الفني بتاعه وقتها الكابتن محمد يوسف. بعد 5 سنين 2018 الأهلي بعد الجولتين عنده نقطة واحدة وفي الجهاز الفني الكابتن محمد يوسف. الأهلي في 2013 بيلعب في المجموعة الأولى، الأهلي في 2018 بيلعب في المجموعة الأولى، الأهلي في 2013 ما بيلعبش في القاهرة، كان مكتوب عليه وقتها يلعب في الجونة وخارج القاهرة. الأهلي الآن ما زال خارج القاهرة وهيلعب يوم الثلاث في برج العرب. الأهلي استطاع إنقاذ الموقف في 2013، عمل كامباك في منتهى القوة ورجع واحتفل بالبطولة في تحدي شرس جدا. هو نفسه الأهلي اللي بيخوض هذه المرة نفس التحدي، وفي وجود محمد يوسف وتحت نفس الظروف، بالعكس كمان في 4 أو 5 لاعبين ما زالوا موجودين. العناصر اللي كانت موجودة في 2013 من 5 سنين وموجودة حتى الآن نجوم ليها ثقل في الفريق وعندها خبرات كافية جدا، شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان، أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، كل دول يا باشمهندس 6 عناصر كانوا موجودين في تجربة 2013. الدعم الفريق بعدد من العناصر الكويسة جدا. ده يمكن لقطات من المباراة النهائية في 2013 الأهلي وأورلاندو بيراتس. بس يمكن المرة دي الظرف المختلف انك جاي هتبتدي بعد توقف طويل بهذه المباراة. يعني انت ما تجهزش حتى من خلال الدوري. ومع جهاز فني طبعا جديد نتمنى له التوفيق، لكن هو ده اللي انا بقوله بقى لما بقول على لعيبة الاهلي هنا الكرة في ملعبكم انتوا. أيوة. انت قلت الستة دول عليهم مسؤولية كبيرة جدا طبعا، ولذلك انا مبسوط ان سعد سمير حب يخرج نفسه من مين قال ان انا عندي اي مشاكل خالص مع النادي الاهلي في التجديد؟ ده انا ماضي من 4 أشهر. خد بالك، فارجو ان كل الامور، لان الكبار دول هو الواحد مستني منهم الحقيقه المسؤوليه طبعًا. ونقل الحماس ونقل التحدي الى الجدد. يعني فريق الاهلي فيه عناصر جيده جدا واستكمل مراكز الضعف عنده، يعني اللي متخيله ان النادي الاهلي ما عملش صفقات، لا عمل. واخد بالك؟ انت لما تشوف حتى خط الظهر دلوقتي انت عندك 3 عناصر جديده والثلاثه كويسين. وثلاثه في مراحل سنيه متدرجه. الجزار تحت السن، واحمد علاء اكثر خبره. يكاد يعني يتجاوز السن. وكوليبالي الخبره الشامله. عنصر الخبره. وراجل دولي وضرب تحت ايد نفس المدرب. لا عنده ثقه كامله فيه يعني. عنده ثقه ولعب كاس عالم انديه وطلع الفاينل، يعني لعب الفاينل خد تجارب. وكان فاينل قوي ما يعني. الاهلي عمل صفقات. الاهلي النهارده باذن الله في لعيبه هتنضج فيه، يعني صلاح محسن. هذا اللاعب الواعد اللي عليه ضجه كبيره واتقال لك النهارده الرقم بتاعه
اللي عمال يقول لك الاهلي ومش الاهلي. بمناسبه صلاح محسن كويس ان انت قلتها. اتقال ان انت السبب في رفع اسعار اللعيبه وتدمير الكوره من خلال صلاح محسن وصفقته. بص صلاح هيفضل دايما وابدا كل الناس بصروا كده. صلاح محسن لو كان راح من النادي الاهلي كان الكلام اتغير خالص. ما هي دي بالظبط، انك تفضل تهاجم النادي الاهلي على ما ينجزه. ايوه. طب لما انجزوش تغتاله. البهوات اللي طلعوا من الجحور اللي هم دول الكابتن الخطيب قال كلمة مهمة، عائلة الأهلي قد تختلف مع بعضها ولكن يتم استدعائها ويتوحدها ووحدتها لما يبقى الأهلي محتاج هذا الأمر. كنت أتصور أن الخلاف على الانتخابات فاتت أو جت ما يكونوش هذه الشراسة وهذا التربص، ان اللي مدركه التوفيق ما زال يعمل وما زال يراهن على ان المجلس ده ما كملش. واتقالت صراحه وبيجي لي انا على الواتساب اللهم لا شماته اشربوا اعملوا كلام غريب من ناس، بس هو مش غريب لان انا وانت متوقعينه. المجموعه الاعلاميه التي احاطت بالمجلس السابق ما زالت موجودة وتعمل بكفاءة وما زالت تستفيد وما زالت تراهن على تدمير الأهلي، لأن هي كانت في المجلس السابق ما كانتش واقفة مع الأهلي، كانت واقفة مع أشخاص. وده واضح تماما دلوقتي. أن يعني 3 أشهر ولا 4 أشهر الأستاذ أسامة خليل ما بيكتبش صح؟ فجأة من 3 أسابيع ابتدى يكتب أو أسبوعين، وكل مره يقول لك مش كلام. طبعا لان الظرف بيسمح له فهو شعر ان يلا يا رجاله ده وقتنا. لا هو مش واخد باله، مش واخد باله خالص ان هذا لن يحدث. ليه؟ لان في جماهير وفي جمعيه عموميه تعرف مصلحه النادي الاهلي وبتشوف الامور على حقيقتها. صحيح. التصيد مش وقته. واخد بالك؟ لكن لن يرهبنا مثل هذا. يعني انا كنت اتمنى ان يحدث ان رموز المجلس القديم يا جماعه ما يصحش الكلام ده مش وقته، احنا كلنا مع النادي الاهلي. لان خلي بالك ليس صحيحا ان المجلس السابق ده تعرض لاي نوع من انواع اترفعت عليه قضيه كنا كلنا بنساعد انها تنتهي. هقول لك بقى، والمهندس محمود طاهر سامعني وعندي شهود من ناس اجلاء قوي حضروني وانا بعمل اجتماعات عشان يتنازلوا عن القضيه ووافقوا يتنازلوا عن القضيه. تحدثت مع المهندس محمود طاهر ولكنه لم يرحب بالمبادره وقال خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. خلاص؟ ويمكن وقتها يعني كان معذور شويه ان هو مش فاضي قوي يتلقى هذه المبادره لانه كان باسيره فجاه بيسيب النادي الاهلي ويمشي وكان عنده انه يلم الليله ويجيب حد بسرعه. لكن حاولنا نقف، لم نختلف مع المجلس السابق فاشدنا بالانشاءات بتاعته، اشدنا حتى لما جه يبيع ايفونا وجه يبيع رمضان صبحي ويجيب قلنا هذا منطقي لان لا يمكن ان اللعيبه دي تيجي فيها المبالغ دي والطموحات دي وتقدر تقعدها والا مش هتاخد منها شيء، المهم انك تعوضهم. ولما عرف يعوضهم اشدنا. ايوه. وده مسجل يعني. ما كانش حد فينا ماسك معول وبيهد. اختلفنا معاه هنا في البرنامج على حاجتين. الاختراق الاعلامي اللي كنا خايفين منه ودي لحد النهارده بندفع ثمنه، ولحد النهارده بيطل علينا بوجهه القبيح. ناس بتكره الاهلي طالعه قال تدافع عن النادي الاهلي. ازاي الكلام ده؟ من خلال ضرب النادي الاهلي وضرب رموزه وضرب مجلسه وضرب استقراره. فاكرين ان الناس هتشرب الكلام ده؟ هم عارفينكم وبالاسم، ولو اضطرينا هنقولهم تاني وكل واحد كاتب ايه وبعت ايه وعامل ايه. فهم شمتانين. شمتانين عليه. هو في حاجه لسه شفناها؟ بيعتقد انها فرصه. ولما يجي واحد يقول لك ما انتوش مكملين، يا خساره.
خسارة. تصور بقى لو هؤلاء الرموز يجوا يقولوا ايه، احنا مع النادي الاهلي عد يعبر هذه الازمة ويكمل في مشوار افريقي وبتاع، وبعدين تيجي انتخابات تتحسب لهم، تصور تتحسب لهم يكسبوا منها قد ايه، بدل ما الناس تشوفهم في خندق الهجوم. ها ولكن يمكرون يمكر الله، هم ناسين دي، لان لن يصح الا صحيح، والنادي الاهلي لن يحكم الا بابنائه، ولن يدخله مخترق ولا حد يعبث فيه دهاليزه في اسراره ويكون بالقرب من مركز اتخاذ القرار مره اخرى، لن يقبل اعضاء الجمعيه العموميه هذا الامر، لن يقبلوا. طيب ارفض بقى ابراهيم وارفض عدلي، لكن لن يقبلوا هؤلاء حتى لو حصل هذا الكلام. كنت بسالك صلاح محسن صفقه انتقال، ما هو كاتب بقى اليومين دول هل يعني بينكأ الجراح؟ ها؟ طب صلاح محسن، صلاح محسن صفقه وصل كده ليه؟ لان كان في عرض 2.5 مليون يورو ويوم جاي من جاي من انديه محدده، جاي من النمسا وجاي من نادي تاني انا مش فاكره، مش عارف فين، مش فاكر ولا فين، لكن لو كنا عايزين ناخد ونكسب فيه يوميها كنا كسبنا 500,000 يورو. اولا هو كلف 2 مليون دولار ها، ونتيجه برضو ان كان في منافسه، كانت الفلوس كاش دخلوا حطوا الفلوس على الترابيزه قدام النادي انفو قدام اللاعب، وعشان نادي وعرض الاهلي ما كانش عرض الاهلي كان 15 متهيألي، ما هو الارقام دي كانت كبيره في لحظتها. ايوه طب النهارده اسمع الارقام دلوقتي بقت ارقام لا تعبر، يعني ارقام طبيعيه. لو انت ما كنتش خدت صلاح محسن كان بقى عندك مشكله حقيقيه. انت خدت لعيب واعد، لان كان قبليها برضو انك انت جيت في صفقه توقفت عند 13 مليون واستشعرت انه هتستدرج لما توصل 20 مليون فتوقفت عنتر خلاص كنادي يعني. طيب في سيوله ماديه مش ناس ده الفلوس بتشنط وتتفتح تتحط قدام خلاص دي المنافسه اللي كانت موجوده ساعتها، هذا هو الظرف الذي قاد الامور. هو الاهلي كان عايز يدفع كده؟ تلقى دعم؟ طبعا تلقى دعم، محدش يقدر يعني ينكر هذا الامر، وده ساعد على انهاء الموضوع. لكن في كل الاحوال الامر جاي في متغيرات في القوى الاقتصاديه في مجال كره القدم تؤدي الى ان الموضوع كده. عايز اشيلها للنادي الاهلي الحزبه دلوقتي بقت حزبه فنيه يا استاذ ابراهيم، لا الجمهور له دعوه انت دفعت كام، واللي يقول لك انت بخيل ما تفك الكيس، واللي يقول لك يعني ما كانش حد هيقبل ان انت ما تجيبش احتياجاتك. والنهارده كان ازارو قدام 8.6 يعني حوالي 10 وشويه مليون دولار يا تسيب ازارو اللي عايز ياخد فرصه عمره بمبلغ رهيب، كان 2.5 مليون يورو في الشهر في السنه ليه هو يا اما فكان شغالين على البدلاء، كان في بدلاء، فانت كنت كسبان لو ازارو مشي، كنت هتكسب فلوس وهتجيب بديل. طب لو ازارو قعد محتاجه جدا، وانا عاجبني جدا التعامل اللي اتعامل بيه الجهاز الفني مع ازارو بسرعه، اجتماع وقعده ولمه وشركه ويلعب ويهدف بسرعه، احنا مصلحه الفريق. وانا اشكر ازارو انه بسرعه كمان تجاوز صدمه انه ما سافرش او ما حققش الحلم، والايام الايام قادمه، احنا ممكن في يناير يجي له حاجه احسن او بعدين، يعني انا مش عارف الامور هتقودك الى ايه، لكن النادي الاهلي بيعمل هو ده. اتحمل شويه ونطلب بقى كلنا اذا كنا فعلا عيله واحده نجرب نحط ايدنا، مش نجرب كما ينبغي وكما يحدث دائما، ما شفناش ابدا ما عندكش مجلس يا سيدي بيتشتم المجلس السابق ابدا. هات لي انت في يوم من الايام الكابتن حسن ولا الكابتن الخطيب ولا اي حد طلع
انتقد ولا وقال لك والله ما مكملين كملين ايه؟ ده انت عملت خدمه العمر، ده الناس لما شافتك في هذا المشهد كلهم قالوا لا احنا ورا الاهلي. فبرضه ما زلت عشمان، انا مش رامي طوبه بعض الناس، ما زلت اثق ان هم بينهم وبين نفسهم لا هيستدركوا الامر ويحاولوا يستردوا ثقه الجمعيه العموميه ان هم لا بيحبوا الاهلي مش ناس رنزيط. ما ينفعش. انا هنا بتكلم على الخلاف الداخلي، ماليش دعوه باي حاجه تانية، لان ده اللي يعنيني، هو ده اللي يبين لي عائله الاهلي، عائله الاهلي وهتمشي ازاي. بس طيب وصفقات الاهلي الامر استكمل عند هذا الحد ولا لسه فيه شغل؟ هو انت دلوقتي عندك اربع اجانب، خمسه دلوقتي في عدد اجنبي زائد فانت خلاص ما فيش اجانب. بالنسبه للسوق المحلي حد هيطلع اعاره كل بص ودي الناس مش متنبهه ليها لحد ما يشوفوا نتيجتها باذن الله. يعني هم من الناس ما تنبهتش بقيمه الدعم من تحت الا لما شافوا الجزار ولقوا انه يقدر يسد. هي دي لما هتشوف انت بعض الصفقات في قطاع الناشئين لما تسمع السنه دي السنه الجايه اللي بعديها هيقول لك ان انت ماشي في البناء صح. جبت صفقاتك اللي انت محتاجها. انت ما تنساش انك جبت الكابتن علي لطفي في حراس المرمى، ما تنساش ان عندك اثنين حراس مرمى كانوا في كاس العالم. كابتن اكرام وكابتن الشناوي. وعلي لطفي دولي. وحاجه عاليه جدا جدا وفرصه هتبقى قريبه وهيثبت وجوده. لا فريق النادي الاهلي سنه متوسط السن بيصغر وباذن الله يحقق طموحات. بس ايه الناس اللي من بره تبعد عن دماغ لعيبتنا شويه. عن دماغ اللعيبه. ما هو انت انا مش قلت دلوقتي في حرب داخليه؟ انا بعني الحرب الداخليه. انا ما يهمنيش انا اما يكون حد بينافسني ده منطقي. لكن الحرب الداخليه هي اللي انا قلقاني. داخل النادي الاهلي. الاهلي اهلي. عايزين نتنبه الى هذا تماما، عايزين نقف مع بعض لان الاهلي يعني مش في يوم من الايام ده مش بتاع عدلي ولا بتاع ابراهيم ولا بتاع كابتن خطيب ولا كابتن صالح. ده ناس بتتسلموا والتاريخ بيحكم عليهم، عملوا ايه لما كانوا في المسؤوليه وعملوا ايه وده اهم. استاذ اسامه خليل نفسه في يوم ما قال لي انت فاكر ان القوه في اداره الاهلي القوه في اسلوب المعارضه الراقي اللي في النادي الاهلي. فهو كان حاطط ايده على الموضوع ده من بدري ولذلك هو يعمل عكسه الان. بيخلق معارضه مؤذيه في النادي الاهلي. لكن برضه هيهات. هيهات. وانا زي ما قلت لك مش عايزين حاجه من الدنيا، هنفضل نكشف الاوراق والكلمه لاعضاء الجمعيه العموميه. طيب. كارتيرون اول مره في مباراه رسميه مع الاهلي تكون مع هذا الفريق البوتسواني وفي مباراه تقدر تعتبرها حجر الزاويه لانه باذن الله تعالى الفوز بيها يدي لك فرصه ان انت كمان تلعب في مباراه العوده على المكسب 6 نقاط بعد الجوله الرابعه او الخامسه تبقى من 4 مباريات عندك 6 نقاط الى حد كبير قدرت تعدل الموقف وتحاول تنقذ الفرصه. اي نتيجه غير لا قدر الله المكسب يوم الثلاث قبلة الحياه في المباراه القادمه صعبت المهمه اكتر. قبلة الحياه في المباراه القادمه. قبلة الحياه في برج العرب. في برج العرب. وقبلة الحياه انها تعيدك الى مساحه التنافس. ولا تقربك من الا المباراة العودة، يعني إذا كسبت الاثنين دول تقدر تقول لأن النتائج اللي قدامك مش كل الفرق هتعديها كده. فأنت طبعا بإذن الله ربنا يلهمك وجمهورك يقف معاك وينسى كل حاجة، انسى كل حاجة. أنت خلافك دلوقتي إنك أنت ضد النتيجة. صراعك مع النتيجة. إزاي تبقى باكينج للعيبة دول؟ مفيش شايف إلا مصلحة فرقتك. ويلا يا أهلي انسى أي حد، أوعى تهاجم حد. لانك انت ممكن جدا
تنزلق هذا المنزلق تبص تلاقينا الماتش الجاي مش لاقيينك معانا. خليك مع فرقتك، حدد هدفك، حدد هدفك، وري للناس كلها يعني ايه جمهور الاهلي اما يوقف في ظهره. يعني ايه؟ يعني ايه جمهوره ده حماه؟ اه طبعا، انت جمهورك ده بيقف معاك للدقيقه حاجه و90 وما بتبقاش محقق الفوز ثقه منه على انك انت قادر على وبرضه ارجع اقول ان الجماهير حتى على مستوى العالم بدات تنظر الى كره القدم فعلا من جوه انها رايحه تستمتع. في حاله من البهجه في كاس العالم. رغم ضراوه المنافسه وقسوه المفاجات. الا ان الامور حلوه خارج المدرجات وداخل المدرجات. وحتى شفنا ازاي على اعلى مستوى رئيس الفرنسي هيجي يحضر الفاينل، رئيس في اوضه اللبس بتشجع. تلاقي فرنسا وكرواتيا في الفاينل. الكوره اصبحت بتتحكم في مزاج الشعوب طبعا وبتفرحها. عشان كده لما نتائجنا على هذا المستوى المخيب النهاردة للامال، النهارده فرنسا بتعلن انه نجاحات منتخبها في كاس العالم رفعت او سرعت معدلات النمو الاقتصادي في فرنسا. الناس رايحه فرحانه تشتغل، فرحانه حاسه بان هي تقدر. صحيح يسوي كان. يعني 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 هو انت رايح حتى المباراه اللي هتقيم عليها لم تؤدي واجبك فيها. وهذا موضوع تاني لانه هو خلاص بيتنسي. خلينا نشوف كيف تدار مسابقه الموسم القادم لصالح الكره المصريه. طيب سالتك اول مباراه للمدير الفني الفرنسي، معسكر اعداد بره، مباراتين وديتين، النهارده مباراه وديه، يعني ثلاث تجارب ثم مباراه رسميه، تعتقد دي مرحله كافيه؟ لا هي مع وضع في الاعتبار ان عنده خبراته الافريقيه وخبراته المصريه. معلش هو لو كان في وقت كمان لمباراتين كمان هيبقى اكثر قدره على الاستقرار على احسن العناصر او تجربه الجميع يعني. لكن هو محكوم بالوقت ومحكوم بالمباراه المتاحه. يا رب بس نعدي بالتارجت المظبوط او تحقيق الهدف المظبوط من مباراه برج العرب القادمه يوم 17. اعتبرها سيدي دي من لو عديتها صح تبقى اقوى اعداد ليك. تقدر انت بعد كده هتكون حطيت يعني ايدك على حاجات كتير بالنسبه للفرق. كارتيرون مش غريب عن المناخ المصري، مش غريب عن المناخ الافريقي. شخصيته لحد دلوقتي بتقول انه راجل بيتحب ويتعمل حسابه. نتمنى له التوفيق. شوفوا يا جماعه، هي علشان برضو ضربه بدايه مهمه للخواجه الفرنساوي لازم ناخد بالنا من نقطه، لانه لو باذن الله تعالى الراجل ده عمل بدايه كويسه جدا هتلاقوا فيه مبالغات كتيره وتهويل في تقدير حجم القيمه الفنيه الخرافيه بتاعته، وهنعلى بالسقف قوي عشان بعد كده نخبط فيه يجي لنا صداع. ولو حصل اي نتيجه او اي اداء غير اللي الناس عايزاه هيخلصوا عليه، هيتخلص عليه بدري بدري. في الحالتين لا الطنطنه والتطبيل الزياده المتوقع في حال الاداء الكويس صح، ولا التحميل عليه والتعنيف فيه في حال لو الاداء ما قدرش الراجل يحقق كل افكاره بدري قوي ده صح. نتمنى انه الجمهور بوعيه يفضل مساند الفرقه، يفضل مساند الجهاز. الراجل على درجه من الكفاءه، الراجل ده خد دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي، راح بيه بطوله العالم، عمل اللي الاهلي ما عملوش. لا عمل اللي ما فيش فرقه عملته، ما فيش اي فريق في افريقيا او في اسيا بعد كده اخد تاني ابطال بطوله العالم. الرجاء المغربي اللي خدها، الرجاء عشان كان بيلعب في بلده. لكنه انه كارتيرون ياخد مع مازيمبي تاني بطوله العالم، ياخد دوري ابطال افريقيا، مبدئيا ده كلام يحسب له. درجة نجاحه في البداية تتوقف على حاجات كتيرة، أولها أنه الظروف تيجي كويسة، دي كورة برضو. ثانيا أيوة أن اللعيبة تكون التوفيق، لأن ما أنت ممكن تعمل كل حاجة ما فيش توفيق، والتوفيق جزء منه توفيق الحكم نفسه، توفيق الحكم، توفيق اللعيبة في أداء هذه المباراة، الظروف، المنافس، حاجات كتيرة قوي بإذن الله تعالى تيجي في مصلحة الفريق. لكن الأهم منها عشان ده يتحقق اللاعب الخطير لازم يكون موجود.
جمهور الاهلي هو اللاعب الخطير في مثل هذه الظروف، لو مساند بدعمه بقوته بحماسه بتشجيعه بالتزامه بوعيه بالتزامه هتلاقيه فعلا هو اللاعب الخطير في برج العرب. عايزين نساعد الجهاز انه يعمل جود ستارت، يعمل بدايه كويسه جدا، اللعيبه كمان مع الجهاز الجديد تدخل في حاله ومود كويس مع بدايه مرحله انقاذ المسيره، لانه انا مصمم ان دي فرصه الانقاذ الاساسيه. اذا جاءت فباذن الله تعالى هيكون التحول الايجابي، واذا لا قدر الله لم تاتي هيبقى فيه تعب كتير في المشوار الافريقي، لانه من البدايه احنا بدانا غلط. بدانا ان احنا في اول ماتشين ناخد نقطه، نتعادل مع الترجي ونخسر من كامبالا سيتي، مردود مش ايجابي ابدا، لكنه في فرصه للتعويض. اه في فرصه للتعويض. عندنا عناصر؟ اه عندنا عناصر. عندنا ثقه في الجمهور؟ عندنا ثقه في الجمهور. فاتمنى انه كل اللي يحضر يحضر بوعيه وبحماسه وبغيرته على الفرقه، ويدرك تماما انه رايح برج العرب علشان الاهلي باذن الله تعالى يكسب. ده الهدف الاساسي. ما تنساش ان قدره الفريق برضه ما زالت موجوده فيه. ليه؟ معظم العناصر الاساسيه ما زالت موجوده. ايوه. والعناصر دي وصلت فاينل، كادت لولا برضه التحول التحكيمي كان ممكن نكسب البطوله دي. اه طبعا. اه طبعا. احنا طالعين بعد الوداد في مباراه تم يعني ذبح الاهلي في المباراه صحيح. الاولى فيها صحيح. تماما يعني. فمساله ان لا الفريق ما زال الاهلي معمول حسابه، الناس كلها في افريقيا ترى الاهلي وعظمه الاهلي، واحنا باذن الله يظل الاهلي مصدر فخرنا باذن الله. طيب يظل الاهلي مصدر فخرنا بلاعيبته، ولاعيبته عليها دور كبير جدا، اللعيبه الكبيره في الفريق وقيمه واحترامه. اه اللعيبه الكبيره في الفريق عليها مسؤوليه كبيره قوي. اتمنى ان شاء الله ان الكل يطلع بمسؤولياته المرحله اللي جايه، لانها مفصليه فعلا. مين تاون شيب بقى؟ أطلع. سمعنا مين تاون شيب ده؟ سمعنا على ناس كتيره قوي، واجهنا فرق كتيره، حفظنا اسماء كتيره في الفرق الافريقيه، لكن فجاه قال لنا تاون شيب. مين تاون شيب؟ نادي اتاسس 1961، يعني بعد الاهلي بحوالي 52 53 سنه. بوتسوانا جزيرة صغيرة جنب جنوب أفريقيا، ما فيش تمثيل دبلوماسي بين مصر وبين بوتسوانا، فبيتم التعامل معاها دبلوماسيا من خلال سفارة مصر في جنوب أفريقيا. برضه مشوار رهيب يعني. آه في جنوب أفريقيا. تاون شيب كسب الدوري البوتسواني 12 مرة وخد الكاس 6 مرات، يعني الفريق بطولات في ملعبه. لكن نتائجه السنة دي يا جماعة في دوري الأبطال في الأدوار الأولى تخلينا ناخد حذر شويه او كتير كمان. لا نتائج ملفته للنظر. لازما يعني تاخد حذرك في التعامل معاه، لانه فريق مش قليل ابدا. تاون شيب بطل بوتسوانا حقق مفاجاتين من العيار الثقيل في الادوار الاولى. المريخ السوداني القوي العنيد الكبير بوتسوانا، تاون شيب قدر يفوز عليه 3-0 في بوتسوانا، وخسر منه في ام درمان 1-2، وصعد تاون شيب يعني اقصى ازاح المريخ السوداني 3-0. في الدور اللي بعد منه تخطى يانج افريكانز التنزاني، وده فريق قديم برضو قوي. كسبوا 2-1 في بوتسوانا، وتعادل معاه 0-0 في دار السلام، برضو بيزيح يانج افريكانز بعد ما ازاح المريخ السوداني. فكده مبدئيا لا فريق يتعمل له الف حساب. لما بدأ دوري الأبطال في المجموعة اللي معاه الأهلي والترجي وكامبالا سيتي الأوغندي، عمل إيه؟ فاز على كامبالا سيتي 1-0، يعني عنده 3 نقط. آه خسر من الترجي بعد كده 4-1، بس عنده 3 نقط من كامبالا سيتي. ولو قلنا كامبالا سيتي فاز على الأهلي في ملعبه 2-0، يبقى لا إحنا بصدد فريق لازم نتعمل له ألف حساب. كامبالا سيتي اللي كسبك 2-0، تاون شيب كسب 1-0. بما أن إذا دي معادلة تخليك حذر جدا في التعامل مع هذا الفريق. الناس فاهمة إن المباراة سهلة ولازم يبقى أنت مش رايح فسحة. أنت مش رايح فسحة. تاني أنت مش رايح مجهود وإصرار. برج العرب
فسحة في الساحل الشمالي. ده مش مصيف. ده فريق يحتاج الحذر والاحترام والتعامل الحذر جدا معاه. ليه بقى كمان؟ الدوري بتاعه لسه خلصان. فبالتالي فريقه لسه برضه في حالته. خلص الدوري في 23 مايو قبل بداية كأس العالم. خد البطولة، لعب فيها 30 مباراة. فاز في 20 مباراة من ال 30، تعادل مرات وخسر 4 مرات. بس في ال 30 مباراة سجل 57 جول. يعني تقريبا معدل عالي قوي. تقريبا جونين ده معدل عالي في كل مباراة. فده فريق بيهدف. وأخذ الدوري ب 66 نقطة. دخل فيه كم جون يا أستاذ غرام؟ دخل فيه 31 هدف. برضه حلو. معدل عالي برضه. خد البطولة بالظبط، خد البطولة بفارق 4 نقط عن جالاكسي الوصيف. ده الفريق البوتسواني من كل الجوانب بتاعته. اعتقد عايز حذر كبير. ترتيب المجموعة حتى الآن الترجي التونسي العتيد بيتصدرها ب4 نقط من المباراتين. كامبالا سيتي عنده 3 نقاط بيشاركوا فيهم، تاونشيب ايضا في 3 نقاط، والاهلي نقطة واحدة. اعتقد هذه النقطة واحدة لا تليق بالاهلي، لا تليق بزملاء احمد فتحي في الفريق، لا تليق بهذه المجموعة الكبيرة من العناصر ذات الكفاءة والخبرة، لا تليق بوليد سليمان، لا تليق بحسام عاشور، لا تليق بجونيور اجاييب بوجود وليد ازارو. كل هذه العناصر الكبيرة القوية في فريق النادي الأهلي عليها إنقاذ فرصتها. الثلاثاء المباراة شديدة الأهمية والتأثير يا باشمهندس. ما احنا قلنا أهميتها وقلنا خطورة المباراة في إنها فريق الناس ممكن تقول لك إيه بتسوانا؟ لا، فريق عامل مفاجآت هايلة وفريق عنده فعالية هجومية، عنده هشاشة في الدفاع لكن عنده فعاليه هجوميه. لو الاهلي في مستواه باذن الله وعامل التفريق هيعدي المباراه دي عشان يبقى ليك حسابات اخرى ودوافع اخرى تانية خالص. لكن علشان الاهلي يعدي هذه المباراه لابد من وجود اللاعب الخطير. بعد الفاصل.